السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دايما بألف خير. وقدم لكم في هذا الفيديو مواقيت الصلاة في مصر: الثلاثاء 23 يوليو 2024، 17 محرم، 1446، من قناتي انا وحياتي. صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل عليك يا حبيبي، يا نور عيني، يا تاج رأسي، يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب. مواقيت الصلاة على القاهرة: اليوم يؤذن الفجر اليوم في تمام الساعة 4 28 دقيقة، الشروق في تمام الساعة 6:09، يؤذن الظهر اليوم على مدينة القاهرة في تمام الساعة 1:02، يؤذن العصر بإذن الله تعالى على مدينة القاهرة في تمام الساعة 4:38، يؤذن المغرب اليوم على مدينة القاهرة في 7:54، وتؤذن العشاء على مدينة القاهرة في 9:23. صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.